أحلام لا يكسرها الزمان بالصبر والعزيمة وعدم الخنوع للواقع. تخطت الصعاب بجهود مثيرة. الطالبة كالتومبو عامر من ذوي الاحتياجات الخاصة نالت شهادة البكالوريا تخصص لغات بمعدل 12.48. ثم به أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تلميذة أبو عامر كلثوم، طالبة بثانوية ابن رشد، حاصلة على شهادة البكالوريا بالمرتبة الأولى في شعبة لغات أجنبية على مستوى الثانوية بمعدل 12.48. بالنسبة للمراجعة قبل الامتحان، كانت مراجعة دائما منظمة خاصة بعد صلاة الفجر، لأنني كما تعلمون أنا خاتمة لكتاب الله العزيز، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كنت أجعل من القرآن الكريم أولوية الأولى، ثم أنطلق بقية اليوم في مراجعة الدروس. وحفظ القرآن الكريم ساعدني كثيرا في مساري الدراسي، جعلني الحمد لله متفوقة الأولى دائما في شعبة اللغات الأجنبية. أما الامتحان كان تقريبا في المتناول، كانت الأسئلة من الفصل الأول 70%، رغم أنني لم أدرس الفصل الأول بسبب المرض، كانت هناك ظروف صحية. تقريبا تغيبت أكثر من 80% من الفصل، إلا أن الله سبحانه وتعالى وفقني بهذا المعدل والحمد لله. الآفاق والمستقبل، الحمد لله إن شاء الله سيكون مستقبل زاهر أمامنا. أتمنى أنا أن ألج تخصص الترجمة، وهذا حلم راودني منذ الصغر، لأترجم كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة النبوية، هذا ما أريد. في الأخير ألف ألف مبروك لكل الناجحين في شهادة البكالوريا. أما الراسبون، هذه ليست نهاية العالم، قد يتحصلون على بكالوريا في العام القادم بمعدلات أعلى من التي تحصلنا عليها نحن. وحتى نحن أنا بإمكاني أن أعيد شهادة البكالوريا، وهذا حلم يراودني. في الأخير أشكر الطاقم الإداري لمؤسسة الأطفال المعاقين بصريا في المشرية التي درست بها المرحلة الابتدائية والمتوسطة، كما أنني أشكر الطاقم الإداري لمؤسسة ثانوية ابن رشد، طاقم الساهر الذين لم يبخلوا علينا يوما بالمعلومات، خاصة الأساتذة الكرام، وأخص بالذكر أستاذة الإنجليزية الأستاذة بوزيد الطاوية، التي كنت أحس أنها الأستاذة التي كانت تدعمني دائما ولم تبخل علي بأي معلومة، وأقول لها من هذا المنبر أنها أستاذتي المفضلة رغم أنني لم أقلها لها مباشرة. كما أنني أشكر صديقاتي بالمسجد والمرشدات و جميع من ساهم في حفظ القرآن الكريم والتوفيق في مساري الدراسي، ولا أنسى الأوائل الذين يستحقون الشكر، وهما والدي الكريمين حفظهما الله وجعلهما تاجا فوق رأسي، وإن شاء الله سألبسهما تاج الوقار. الطموح اللامحدود هو الوقود الذي يساعد الإنسان لتحقيق حلمه، وحلم الطالبة كوثر هو ترجمة كتاب الله مستقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خلف كل عزيمة هناك دافع، وبقوة الدافع تقوى العزيمة. مثل عرفت كلثوم تطبيقه على أرض الواقع، متحدية الإعاقة، كاتبة اسمها في قائمة الناجحين.